قال نعم، ومن يحجب عنك باب التوبة، اخرج إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما صالحين فاعمل معهم. إذن خروجه من الأرض مهم للغاية حتى يخرج من أرض العصيان، لأن أنت عارف يعني لما يكون في إنسان جبار في أرض ما بتلاقي له ناس يلوذون به ويحسنون له هذا الجبروت اتقاء لشره، يعني إذا منتفعين. ما قدرتش تقتل عدوك صاحبه، يعني المثل بيقول كده، هم منتفعين يعني طبعا. فما الضامن أن يهيجوه يوما ما بعدما تاب أن يرجع إلى العصيان مرة أخرى، واخد بالك؟ فكان الحل أن يخرج إلى قوم لم يمارس فيهم العصيان وليس له حشمة ولا يخافون منه، وهم قوم صالحون لا يقبلون بفعل المنكر في وسطهم، فهؤلاء لن يصبروا على مخالفته، فيكون أدعى لبقائه على الإيمان. تمام؟ نعم. إذن